ومؤامرة على مصر مستمرة حتى أمس كل يوم. كل يوم مؤامرة. إيه؟ من يتآمر على مصر؟ يتآمر على الدول هذه اللي التي يستخدمها الغرب للتفجيرات وللقتل وللأسف بلدي. من هم المتطرفين اللي قاعد يحاربون مصر في سيناء؟ هل هم هؤلاء تنظيم الإخوان الدولي؟ هم إسرائيل؟ شوف، معروف من يمولهم، معروف من أين جاءوا. ما هم يسموا أنفسهم أنصار القدس، بيت المقدس. بيت المقدس وراهم مش في سيناء. الذين يقتلون هذا شباب مصر، من كل مصر، من صعيدها، من صحرائها، من نجوحها، من لماذا ندمر قوات المصالح المصرية؟ لماذا؟ لمصلحة من؟ لماذا نروع أهلنا في سيناء؟ لماذا؟ هذه معارك غير واجبة. حتى وإن كانوا هؤلاء الشباب لديهم روح أو غر بهم في لإزهاق أرواحهم في هذا المكان. والآن كثير من القيادات الإسلامية التي تدعي أنها مسلمة تحاول أن تسفه كل القيادات الإسلامية وتجرها لمعارك غير واجبة لصالح بعض الدول الاستعمارية أو بعض الدول التي تتبع الاستعمار، ويعتقدون أنهم ويستيقظ كل يوم بعض الشباب من هذا الشباب المسلم لهذه المؤامرة الكبيرة، وسيتصدى لها، وسيسقط هذا المشروع. سيسقط أكيد.